هل يجوز لي أن آخذ بغير المعتمد في المذهب؟ يعني في معتمد للفتوى، هل يجوز لي إذا احتجت أن أقلد غير المعتمد؟ قالوا نعم يجوز، طالما قال به مجتهد يجوز، لكن لا تجعل هذا هو المعتمد. أنت برضو إيه، أنت احتجت إلى هذا، ففي مرة من المرات يجوز لك أن تفعل ذلك، لا بأس.